سلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا، هو أسباب منعنا من السفر. وأول سبب هيشمل الحلقة النهاردة هو جواز السفر. نعم، جواز السفر ممكن يكون هو سبب منعنا من السفر. ليه؟ وصلنا المطار بالسلامة، وأثناء إنهاء الإجراءات تبين إننا ما نحمل جواز سفر شخص آخر. أمر وارد إنك تاخد جواز سفر يخص أحد أفراد أسرتك أو أصدقائك وتحركت بيه إلى المطار وإنت مش متنبه. في الحالة دي هتمنع من السفر. الأمر التاني إن جواز السفر بتاعك منتهي الصلاحية أو صلاحيته أقل من 3 شهور من تاريخ السفر، وأحيانا لابد إن تكون صلاحيته 6 شهور على الأقل من تاريخ السفر. طبقا للشروط والأحكام الموضوعة من قبل السلطات في كلا الدولتين، دولة القيام ودولة الوصول بالسلامة. كذلك لو الباسبور منزوع منه صفحات أو صفحة، أو وصلت بيه وهو تقريبا ممزق وفي حالة غير جيدة، ممكن تمنع من السفر. كذلك حضراتكم لو وصلنا ومعانا تأشيرة دخول لدولة الوصول، لو منتهيت الصلاحية مش هنسافر، ولو لسه صلاحيتها هتبدأ بعد يوم 2 3 أيضا مش هنسافر، إلا إذا كانت صلاحية التأشيرة تبدأ بعد 24 ساعة وحضرتك لما تسافر بالسلامة هتوصل بعد منتصف الليل. في الحالة دي سافرت وتأشيرتك لم تبدأ بعد، ولكن لحظة دخولك، ساعة دخولك، تأشيرتك صالحة وفاليد وتستخدم وتدخلك. أيضا حضراتكم النهاردة لو أنا مسافر ومعيش تأشيرة لدولة الوصول بس متوفر فيا الاشتراطات اللي شرطاها الدولة، بحيث لما نوصل بالسلامة نحصل على تأشيرة الوصول فور الوصول upon arrival. ندي مثل فرضا دولة مثل دولة لبنان وحضرتك مسافر إليها، لازم يشترط معاك نقد كافي حوالي 2000 دولار، وطبعا 2000 دولار مبلغ كبير، حجز فندق وتذكرة ذهاب وعودة بحجز مؤكد. اللي بيحصل عمليا لو لم تتوفر النقد الكافي غالبا لن يسمح لك بالسفر، ولو شركة الطيران سمحت ممكن الجوازات في دولة القيام أو في مطار القيام لا تسمح، لأنها شايفة حضرتك مثلا في سن التجنيد، وبالتالي في قلق إنك لو سافرت ممكن ما ترجعش تهربا من التجنيد مثلا. ولذلك بنفترض ان حضرتك سافرت ومتوفر معاك النقد كافي ومعاك حجز فندق ووصلت بالسلامة، ممكن جوازات محطة الوصول تمنعك من الدخول لان انت مثلا بتمتهن وظيفة دنيا او بدون اسباب معلنة لحضرتك. الجوازات كجهة سيادية
لها كل الحق أن تحمي حدودها من القادم إليها، وأحيانا دون إبداء أسباب. ولكن لازم كلنا نتأكد إن ما بقاش متاح السفر اعتمادا فقط على فلوس وحجز فندق وتذكرة. الموضوع أكبر من كده. لو أنت طالب، لو أنت في سن التجنيد، لو أنت تمتهن وظيفة دنيا أو مكتوب في جواز سفرك لا يعمل، غالبا لن تسافر، ولو سافرت غالبا لن يسمح لك بالدخول، وفي الحالة دي هترجع مرحل على نفس الطيارة لنفس الشركة اللي سافرت عليها، أو على الرحلة التالية لنفس الشركة. زي ما شايفين حضراتكم إن جواز السفر قد إيه ممكن يكون هو سبب مهم ورئيسي في منعنا من السفر. فالمرجو إن إحنا نحتاط ونتحقق إن إحنا بنحمل جواز سفر بتاعنا يخصنا سليم، ممتد الصلاحية لأكثر من 6 شهور من تاريخ السفر، وفي نفس الوقت لو في تأشيرة عليه، تأشيرة دخول أو أي نوع تأشيرة أو إقامة أو أي شيء، لابد أن نتأكد من صلاحية المستند الموجود داخل الجواز السفر. ولابد أن أي مسافر في الدنيا، رحلة دولي على أي شركة طيران في العالم ومن وإلى أي دولة في العالم، لابد أن يكون معاه نقد كافي. أحياناً يذكر 600 دولار أو أقل أو أكثر، ولكن لازم يكون معاك نقد كافي يغطي أي ظرف طارئ يحصل لحضرتك أثناء الرحلة، سواء كان السبب في سيادتك أو جهة أخرى. أرجو إن إحنا نتنبه لمستند السفر الهام جدا اللي هو جواز السفر. ربنا يحفظكم من كل سوء ومن كل شر، وإن شاء الله هذا الأمر نتنبه لي لاحقا في رحلتنا القادمة جوا بإذن الله تعالى. لكم مني كل الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة